الرسالة اللي قدمها المنتخب هما برافو عليهم، وصلوا مربع الذهبي وهذه 36 عام فرحنا معاهم، وشكرا للملاعبية ومدرب على هذا المجهود. قاتلوا بزاف ودبزوا على باش يطلعوا على نصف النهائي، يطلعوا النصف النهائي، ولكن ما كتبش الحظ. يبقاو يطلعوا هذا المجهود، وان شاء الله كاس العالم اللي ما تجي نديوها حنايا. وليد الركراك على هادشي هذا اللي عملنا، وبما الدري ديالنا زيرو، وخا مرتبة الرابعة هاني يا خوا، ولعبوا بارديدو تقاتلوا بيبا، برافو ليهم، كنتمنوا لهم التوفيق. السلام عليكم. بعدا كنوجه تحياتي للملاعبيه ديال المنتخب كاملين بواحد بواحد، وبرئاسه ديالهم الركراكي، وهاد زعما ما قصروش معنا، راهما ما خسروش، راهما غالبين، راه حنايا اصلا المغرب، راه حنايا ربحنا العالم، واخا هما راه داو الكاس حنا رابحين العالم. وتحيه لجميع الملاعبيه كاملين، وكنشجع حتى المنتخب بواحد بواحد، راه ما نقولش سميتهم. عندك بزياش، عندك بحكيمي، عندك بديال كامل بونو، بعدا برئاسة بونو كان نعطيهم تحية للي كاملين بواحد بواحد، وكنرجع كنتمنى إن شاء الله يربي في المستقبل يكونوا هما في الفينال. راه موصلوا لنا يعني المربع الذهبي، يعني هما غالبين، راه عملوا داك الشيء ديال تاريخي، ماشي راه أول مرة، أول وحدين بعدا نك في العرب الوطني وفي إفريقي، راه هما الوحيدين المنتخب، ودائما في القمة، ودائما غيكونوا في القمة إن شاء الله. وتحياتي لهم كاملين، تصفيقات لهم كاملين بهم. تبارك الله عليهم، وصلوا لنا المربع الذهبي، التصنيف العالمي، وصلنا 11، رغم الاصابات كنشوفوا الدراري تقاتلوا اليوم، تبارك الله عليهم كاملين، بانوا نجوم. عندك اناحي تبارك الله، الحايله ديالنا مرابط بلا مع فايكينغ كغاوانين، انك دراري كتلعب مهم الحمد لله. الركراك تبارك الله عليه، هذاك واحد المدرب مهم تبارك الله، شو تبارك الله عليه، هادشي اللي غنقولوا فرحنا. هاد الفرحه شحال هادي ما عشناش، شحال هادي ما عشناش، الله كسطر مع موزمبيق دابا فهمتي، دراري طايره مع فرنسا ما دات ما جابت، لعنا الترسيم مع كرواسيا ما جابش هادشي، الحمد لله وتبارك الله عليهم كاملين. هادشي اللي غنقولوا مرحبا، انا ولدي في البلاد دابا، انا 10 سنين انا في المغربي، الحمد لله بخير. شنو الدوله؟ انا اسمي ابو بكر، والحمد لله طنجة مزيان، في الدار البيضاء مزيان، المغرب كامل، المغرب كامل الحمد لله. جيت تري كونتا، اي لوف يو ماروك، ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المرحله اللي وصلوا لها كنشكرهم بزاف، والحمد لله واخا يعني وقع المكتب خسرنا، الحمد لله يعني انا كنبلغ الشكر الرساله ديالهم للوالد الركراكي، شكرا بزاف اللي عمل المجهود ديالو، عمل المجهود ديالو معنا ومع الملاعبيه المنتخب المغربي، وحنا كنشكروهم، كنشكروا الملاعبيه الحمد لله، وعملوا واحد النفس ديالهم، وصلوا يعني عملوا الجهد ديالهم باش يوصلوا، ولكن داكشي كيبقى الحمد لله بمكتب الله تيسير الله، وحتى داك اللي الحاكم اللي كانوا جابوا في المنتخب الفرنسي، يعني هذاك حتى هو كان عمل ظلمهم وعمل الاخطاء، ولكن ما اعترفوش بالاخطاء ديالنا. كنتمنى لهم كل فوز وكل نجاح في الحياه، وفرحوا بعطياتهم ويفرحوا الجمهور المغربي حتى حنايا معاهم، وكنتمنى لهم انتصار الله ان شاء الله، والله يفرحنا ويفرح جميع المسلمين يا رب العالمين اللي كيبغونا وكيبغوا المنتخب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.